طيب احنا نروح سيبك من البرازيل ونرجع لليابان. حلو نرجع برضو ده اليابان. اه بص الوفاء بتاع اليابان والحاجات دي. جه قال لك ايه، واحد زوج ياباني حصل زلزال هناك في 2011. الزلزال ده اثر على مكان هو كانت زوجته فيه، هوب وقعت في المحيط غرقت. الراجل ده دلوقتي عنده 64 سنة وهو ما كانش بيعرف يعوم، فتعلم العوم. والسلطات بقى طبعا قالت ان هو خلاص مفقودين وبتاع، هم في اعداد المفقودين ان هو اتوفى. هو كان موجود يعني معاه في الحادث ده يعني ايه، مش مكتوب ان هو كان موجود ولا او 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 مش موجود، يعني هو في الشغل. المهم اتعلم وخد رخصة ان هو يغطس، وغطس 470 غطسة علشان هو مش مصدق ان ايه ده. ما تقولش بيغطس بيدور عليها تاني ولا بيدور عليها تاني؟ هو عايز يشوفها لان جثمانها ما طلعش، فهو عايز يشوفها وبيسالوه ليه طيب بتعمل ده. قال لهم انا حتى اخر يوم في عمري انا هغطس، لان بحس وانا تحت، بيحس بيقابلها بالقرب تحت. يا حبيبي بالقرب منها. شفت الوفاء عامل ازاي؟ 470 غطسة في قاع المحيط، وطلع للناس التانية. هي دي زوجته وهو الراجل هنا وهو بيغطس. سنه كبير كمان حبيبي على المجهود بتاع الغطس ده، بيغطس تحت. الوفاء موجود في كل حاجة. ده خبر ابيض ده يا سامح. الله يسامحك يا سامح. شفت الرجال اللي انت ظالمينهم؟ لا شفت انت الرجال اللي احنا بنتكلم عنهم. صح صح برافو. هو ده النموذج اللي بنقول عليه. بس ده دي نماذج استثنائيه بدليل انها بتطلع على السوشيال ميديا وبتبقى حديث الشعب والعالم. انه في كده معقوله بس بجد ده ولا ايه؟ بس برضه هو ده استثناء للراجل والست يعني. ما يعني برضه حتى لو الست جوزها مات في وضع زي ده او بالظروف دي، ما بتقليش برضه ان في ستات كتير هتنزل تغطس وتتعلم الغطس وتنزل 460 ولا 70 غطسه عشان تلاقي جوزها. برضه يعني برضه استثناء للجنسين الحقيقي. في نماذج حلوه احنا نتشبث بيهم ويبقوا هم مثل لينا. صحيح صح.